حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم لاستكمال باقي فقرات تغطية أحداث معرض جايتكس 2014 من مركز دبي التجاري العالمي، ومعنا ضيفنا في هذه التغطية محمد قنولو استشاري ما قبل البيع لشركة فيم للبرمجيات. أخ محمد يا مرحبا وسهلا وصباحك خير وصباحك تقنية وحلول سريعة. صباح النور أول شيء وشكرا على استضافتكم إلنا. الله يخليك. في البداية أخ محمد ودنا نتعرف على ما تقدمه شركة فيم للبرمجيات، شو هي خدماتكم وشو اللي تقدمونه؟ شركة فيم نحن شركة متخصصة بحماية البيانات، حماية العصرية للبيانات نسميها. نعم. نحن متخصص بحماية البيانات بالبيئة الافتراضية بمراكز البيانات الداتا سنترز. تتميز شركة فيم بسرعة تنفيذ النسخ الاحتياطي وسهولة استعادة المحتويات الداتا أو المعلومات من المركز البيانات في حال فقدانها. وطبعا نحن بنقدم كمان حلول مبتكرة بتسهل عملية استرداد البيانات، مش بس بشكل أسرع، بشكل مؤكد كمان 100%. بالإضافة بنقدم حلول اللي هي بتتناول مراقبة وإصدار تقارير عن البيئة الافتراضية اللي هي بالمركز البيانات. جميل. يعني في مجال حتى الأفراد ممكن يتواصلون وياكم بخصوص هذا الموضوع، أن في شخص مثلا فقد بياناته على الحاسب الآلي بتاعه أو فقد بياناته من التليفون، تحصل بعض الأحيان الأطفال يلعبون في الهاتف الذكي مثلا ويمسح جميع البيانات، في أرقام، في حسابات، في أمور كثيرة. أنتم هل تقدرون أنكم تقدمون هذه الحلول؟ نحن في البداية متخصصين في حماية البيانات للشركات. للشركات بس. يعني كويس أنك سألتني هذا السؤال. الأسبوع الماضي أعلننا عن منتج اللي هو يعني يستهدف الحواسيب الشخصية، اللابتوبس أو الديسكتوب، أجهزة الحواسيب العادية، اللي هو ممكن أي فرد ممكن ينزلها وممكن يصير ينسخ البيانات مثلا على هارد ديسك أو قرص صلب خارجي، وفي وبرضه بنفس سهولة استعادة البيانات بسرعة وبسهولة. حلو جميل. حدثنا عن مشاركتكم في معرض جايتكس 2014، كيف تراها وما هي؟ طبعا هيدي ثالث سنة نحن بنشارك بجايتكس. وكل سنة عن سنة طبعا بنشوف ثالث سنة على التوالي. ثالث سنة على التوالي. نعم. جميل. وكل سنة بنشوف ازدياد عدد طبعا الجمهور اللي هو مهتم بالتكنولوجيا، وطبعا بيعكس يعني حجم الاهتمام بدبي وبالإمارات بشكل عام وبالخليج بالتكنولوجيا. وطبعا نحن كشركة فيم مثل ما قلت لك هي ثالث مشاركة، ومن أول يوم امبارح طبعا شفنا اهتمام كتير كبير بمنتجات فيم. وطبعا نحن هون مثل كل سنة تنقابل العملاء اللي هم يعني عملائنا الحاليين، وطبعا منقابل العملاء اللي هم مهتمين يعرفوا أكثر عن فيم. ونحن هون كمان تنعلن عن إصدار جديد من منتجنا اللي هو منسميه Availability Suite الفيرجن 8 الإصدار الثامن، ونعلن عن كمان البرنامج اللي قلت لك قبل شوي اللي هو حماية البيانات لأجهزة الحواسيب الشخصية. نعم. طبعا أخ محمد قلنا له نحن ودنا أن نستمر أيضا في كثير من المحاور، ولكن ضيق الوقت لم يسعفنا، إن شاء الله نتواصل معكم وآتيكم شخصيا للتعرف أكثر على هذه الشركة، وأيضا دعوة للجمهور إذا اللي حابين أنهم يتعرفون أكثر على الخدمات يزورونكم. لو تحدثنا عن موقعكم بالضبط، وين هو موقع الشركة؟ نحن موجودين بالهول 4. نعم. القاعة 4 الرقم 2 يعني. نعم. أول ما تدخل دغري على بالوجه. جميل. إن شاء الله هذه دعوة أيضا منا لزيارة الجمهور إن شاء الله. إلى طبعا جناحكم الموجود في معرض جايتكس. شكرا جزيلا على هذه شكرا المعلومات. شكرا جزيلا لك. ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا. نعم. طبعا مشاهدينا ناخذ هذا الفاصل، ثم إن شاء الله نتواصل معكم في أحداث تغطية جايتكس 2014.